أعزائي تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات أبناء القبائل وسن الحقائق عبر هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 18 الخاص للقعدان من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، أول الأسماء وأول الشعارات. البداية الفارس بشعار علي بن محمد بن حمد القفراني المري يتقدم مع الفارس مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل هنا مطرق بشعار راشد بن علي بن محمد آل كميت الخيارين يتقدم مع مطرق مع أول ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء أرى القادم والمنطلق وقاد عبد الله بن دايل بسيف النعيمي يتقدم مع وقاد مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادم والمنطلق مع رابع المراكز، وصل القادم مع رابع التحديات، وصل المنطلق مع رابع المراكز. شعار القحطاني ينطلق مع رابع الأسماء. خامس المراكز من الجانب الآخر يتقدم مبلش بشعار فهيد بن حمد بن صالح آل فهيدة المري. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة، وعود إلى الصدارة منصور على البداية. منصور بشعار راشد بن مشعل بن فهد الشهواني يتقدم مع منصور مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء ثاني الانطلاقات وصل مطرق بشعار راشد بن علي بن محمد آل كميت الخيارين مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز من الجانب الآخر نجد بشعار هادي بن محمد بن بطي المنصوري يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز كرار محمد بن حسين بن مانع العجمي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل وقاد غصن بن سعيد بن حميد المسلمي مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى الأسماء والشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة، ولكن الصدارة الصدارة والبداية. هناك مطرق على الصدارة غير وانطلق راشد بن علي بن محمد آل كميت الخيارين يتقدم مع البداية، لكن من الجانب الآخر منصور راشد بن مشعل بن فهد بن عفيش الشهواني ينطلق مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل المنصوري مع نجد هادي بن محمد بن بطي المنصوري ينطلق مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل الفارس علي بن محمد بن حمد القفراني المري. خامس المراكز وصل مطلوب مبارك بن محمد بن حمد آلف هيدا يتقدم مع مطلوب مع خامس المراكز، ولكن الصدارة مطرق على البداية. راشد بن علي بن محمد الخيارين يتقدم مع مطرق مع البداية مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير. مطرق راشد بن علي بن محمد الكميت الخيارين. ثاني الأسماء هناك منصور راشد بن مشعل بن فهد الشهواني يتقدم. راشد بن مشعل وسعيد بن معجب على الصدارة يتقدم مع البداية. مطرق على الصدارة راشد بن علي بن محمد آل كميت الخيارين. ثاني الأسماء منصور راشد بن مشعل بن فهد الشهواني. ثالث المراكز وصل القادم مطلوب مبارك بن محمد بن حمد آل فهيدة. رابع المراكز المنصوري. خامس المراكز وصل الواش غاني بن سعيد بن محسن الشهواني الهاجري، ولكن الصدارة والبداية غير وانطلق إلى الصدارة. مطلوب بيطالب بالناموس مطلوب مبارك بن محمد بن حمد آل فهيدة. ثاني المراكز الواش غاني بن سعيد بن محسن الشهواني. ثالث المراكز مطرق، ورابع المراكز شعار المنصوري، ولكن أعود مع الصدارة.
أعود مع البداية، الانطلاق الأول. الله يا مطلوب، مطلوب مبارك بن محمد بن حمد آلف هيده المري، مطرق يحاول اللحظات الأخيرة، راشد بن علي الخيارين، ولكن الصدارة والانطلاق الأول. هناك مطلوب، مطلوب مبارك بن محمد بن حمد آلف هيده المري، تهانينا والناموس لمالك، مطلوب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مبارك بن محمد بن حمد آلف هيده المري ثاني المراكز، مطرق راشد بن علي بن محمد آلف ميت الخيارين ثالث المراكز. ثالث المراكز كان نجد هادب بن محمد بن بطل المنصوري، رابع المراكز كان الواش غانم بن سعيد بن محسن الشهواني الهاجري، وخامس المراكز كان وسيم بشعر عبيد بن لحوس بن ذيبان العامري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك مطلوب. والتوقيت الزمني حتى توصل الى خط النهايه 6 دقائق 13 ثانيه 61 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن حمد آلف هيده المري ثاني المراكز كان مطرق. والتوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانيه و9 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن علي آلك ميت الخيرين ثالث المراكز كان نجد. والتوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانيه 63 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لهادي بن محمد بن بطي المنصوري، فتهانينا والناموس للجميع. We'll be right back.